إن شاء الله درس اليوم سيكون شرح لطريقة رسم الباترون الخاص بهذه الموديلات. لإنجاز هذه الموديلات تم استعمال نوعين من الباترون، الباترون المبسط وهذا النوع. بالنسبة لي أقوم باستعمال المجسم. هذا النوع ويسمى بي بلوكس، وهو باترون مجسم. قمت بالتعديل حسب الجسم، كذلك قمت بتغيير طول الأمام. طبعا كل هذه التغييرات سبق لي وشرحت طريقة استخراج الباترون الخاص في الفستان، وهذا هو شكل الباترون الإنجليزي بدون أي تعديل. يكون طول الأمام وطول الخلف متساويان ودون تحديد بانسة الخصر. من هذا الباترون فقط بانسة الكتف وبانسة الصدر. نقوم باستخراج المعاطف أو الجاكيت بتقسيم إلى 3 أجزاء بهذا الشكل. هذا النوع من الجاكيت أو المعاطف يكون كلاسيكي. هنا بالنسبة لي هذا الباترون هو تقسيم 3، وهو خاص بالجاكيت، أي لم أقم بتحديد قيمة الخصر. في هذا الباترون ما علي سوى إطالة لخط الأوراق حتى أقوم بالحصول على الأوراق، أي دون تحديد القيمة. كما تلاحظون هذا المعطف قريب جدا من الجسم ويبرز شكل الجسم، أي تم استعمال الباترون الخاص في الجاكيت، والكم من قطعتين أي الكم تاير. أي هذا المعطف هو كلاسيكي، يجب استخدام الباترون المجسم. سأقوم بإعادة رسم الباترون بهذا الشكل. هذا هو شكل الباترون دون تحديد قيم الخصر. من خلال الصورة يتضح أن تقسيم المعطف أو الجاكيت بشكل عادي، أي ستكون هناك بانسة الأميرة بالنسبة للأمام والخلف، هنا على مستوى عرض الظهر والأمام على مستوى عرض الصدر، وتقسيم الأمام على حدة والخلف على حدة. هنا سأقوم بتحديد قيمة الخصر. بالنسبة لطريقة حساب قيمة الخصر سبق لي وشرحت الطريقة في أكثر من درس. هنا مكان بانسة الخصر بالنسبة للخلف، سأقوم بإيصال النقطتين مع منتصف حردة الإبط. هنا بالنسبة للأمام يمكن للقيمة أن تكون مساوية للخلف، أي في منتصف حردة الإبط بهذا الشكل مع مكان الصدر، ثم أقوم برسم مكان خط بانسة الخصر، ثم أقوم بتحديد قيم بانسة الخصر. ثم أقوم برسم بقية البنسة على مستوى الأوراق بتحديد المنتصف بهذا الشكل.
بالنسبة لبانسة الصدر سأقوم بغلق البانسة بهذا الشكل. الآن سأقوم بتحديد الطول الكلي للمعطف مع التوسعة في الأسفل بهذا الشكل. في منتصف الظهر نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. أقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة في المنتصف بهذا الشكل، وكذلك على الجانب خط مستقيم يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. بالنسبة لقيمة الاتساع ستكون 2 سنتيم في الأسفل، ثم سأقوم بإيصال النقطتين إلى نقطة الخصر بهذا الشكل. سأقوم بنفس العملية على باقي القطع. بالنسبة لقطعة الثانية للخلف سيكون الزيادة على طرفي الخط. دائما نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل، ثم سنقوم بإضافة قيمة التوسعة 2 سنتيم على طرفي هذين الخطين بهذا الشكل. نقوم بتحديد الطول الكلي ابتداء من الخصر بهذا الشكل، ونقوم بشكل دائري لحذف هذه الجوانب بهذا الشكل. بالنسبة للأمام، في منتصف الأمام لن يكون هناك أي زيادة أو اتساع، وإنما فقط على الجهة المقابلة. منتصف الأمام لن يكون هناك أي زيادة أو اتساع، وإنما في الطرف الثاني بهذا الشكل. القطعة من الأمام كخوازي بهذا الشكل. لاحظوا معي مكان الصدر وهنا أي المنتصف، أي المسافة بين منتصف الأمام والصدر مثلا 10 سنتيمات، أقوم بتقسيمها إلى 2، أي 5 سنتيمات هي قيمة الكخوازي بهذا الشكل. ثم أقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة. بالنسبة لكثرة الكول من الموديل ابتداء من الخصر، وتم تحديد القيمة بهذا الشكل، أي على بعد 3 سنتيمات من حرضة الإبط، أي هذه النقطة. إذا سأقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل إلى هذه النقطة، هنا شكل الكول بهذه الطريقة. سنقوم بتحديد طول الخلف،
وهكذا يصير الشكل النهائي بالنسبة للباترون وطريقة التوسعة بهذا الشكل. بالنسبة للفيسين تظل نفس الطريقة في جميع الموديلات، نقوم بتحديد منتصف الكتف، نقطة الصدر وخط مستقيم إلى أسفل القطعة بهذا الشكل، والخلف أيضا منتصف الكتف بهذا الشكل الدائري. هنا على الجانب سأقوم بحذف سنتيم واحد بانسة الكتف بالنسبة للخلف، ولكم طيور من قطعتين. هنا سأقوم بإعادة شرح رسم الرقبة حتى تصير الصورة أوضح. سأقوم برسم الأمام بهذا الشكل، على مستوى الخصر بداية كسرة الكول. نقطة الصدر سأقوم بحساب القيمة أي نصف المسافة لعمل كروزي بهذا الشكل. على الرقبة سأقوم بتحديد 2 سنتيم. عندما أقول 2 سنتيم فأنا أعني المقاس الحقيقي. بالنسبة للأرقام في الباترون المصغر أنا لا أذكر الأرقام أبدا، الأرقام التي أشير إليها عند استعمال الباترون المصغر تكون خاصة في المقاس الحقيقي. هنا مكان كسرة الكول بهذا الشكل. الآن سأقوم بحساب الرقبة الخاصة في الخلف، ثم سأقوم بإضافة نصف سنتيم بهذا الشكل. هذا هو طول الرقبة الخاص في الخلف. من خلال الصورة الكول قريب جدا من حافة الإبط، سأقوم بترك 2 سنتيم أو 3 سنتيمات، ثم سأقوم برسم شكل الكول بهذه الطريقة. سأقوم بنسخ هذا الخط أسفل الباترون أي مكان كسرة الكول بهذا الشكل في القطعة الثانية. بدءا من مكان نهاية الكول أقوم بابتعاد 2 سنتيم ورسم خط جديد بهذا الشكل، ثم سأقوم بتحديد 3 سنتيمات. هنا بالنسبة للعرض يمكن أن يصل إلى 6 سنتيمات، ثم سأقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم. هنا قمت بتحديد 3 سنتيمات، سأقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم إلى بداية الرقبة. أي عند خياطة الكتفين مع بعض سنقوم بالحصول على هذا الشكل. على المانكا هكذا يصير الشكل النهائي بالنسبة لهذا الكول.
شكل الكول ممتاز على المانكان وبدون أي خطأ. بالنسبة لهذه الموديلات هي موديلات عادية جدا وبسيطة، تم استعمال الباترون المبسط لإنجاز هذه القطعة. هذا الموديل والموديل الموالي هو نفس الباترون ونفس الطريقة، فقط الاختلاف في الطول. سنقوم باستعمال الباترون المبسط لإنجاز الأمام والخلف. كما تعلمون هذا الباترون هو على المقاس، ثم سنقوم بالتعديل وإضافة حق الاتساع. هذا هو شكل الباترون بهذه الطريقة، شكل إيفازي إلى أسفل القطعة. نقوم بتحديد منتصف الكتف، نقطة الصدر، وخط مستقيم حتى نقوم بعمل قصة بهذا الشكل في المنتصف. هذا المعطف يبدو كشكل عباية، أي الاتساع كبير جدا، يمكن أن يصل إلى 3 أو 4 سنتيمات على مستوى الكتف وعلى مستوى الصدر. ثم تفصيل القطعة أو الباترون بهذا الشكل، أي يمكن تفصيل على القماش بشكل منفصل بهذه الطريقة وخياطة في المنتصف، أو أن تكون عبارة عن قطعة واحدة. سنقوم بنفس العملية بالنسبة للأمام. هنا مكان نقطة الصدر، سنقوم بتحديد شكل كروازي بهذه الطريقة، نفس القيمة. كما ذكرت القطعة عادية جدا، تم تفصيل الكول بهذا الشكل بشكل خط مستقيم إلى الأعلى. كسرة الكول ما بين خط الخصر وخط الأوراك، أي على هذا المستوى. نهاية الكول على هذا المستوى، أي مكان الصدر بهذا الشكل. ثم تم رسم الكول بشكل منفصل، أي الكول العلوي. بهذا الشكل. ثم نقوم بتحديد منتصف الكتف إلى نقطة الصدر إلى أسفل القطعة، وتقسيم الباترون إلى جزئين. يمكن تفصيل هذه القطعة كقطعة واحدة دون خياطة في المنتصف. وهنا مكان الجيب.
كما ذكرت يمكن تفصيل القطع بهذا الشكل بشكل قطعة واحدة. بالنسبة للكم كم عادي أيضا سنقوم بعمل نفس التعديلات والتوسيعات على الكم. في أسفل الكم عندي طية هنا، سأقوم بإضافة 10 سنتيمات بشكل نفس الشكل الجزء العلوي، أي سأقوم بطي الباترون بهذا الشكل حتى أحصل على نفس شكل الخط الجانبي. ثم نقوم باستخراج الفيسين نفس هذه القطعة بهذا الشكل والخلف بهذه الطريقة. بالنسبة للموديل الموالي كما تلاحظون هو كلاسيكي، أي يجب استعمال الباترون المجسم والكم من قطعتين، أي شكل الباترون المجسم الإنجليزي دون تحديد قيم الخصر. أولا سأقوم بتقسيم الباترون إلى 3 أجزاء بهذا الشكل. من نقطة عرض الصدر نقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل إلى أسفل القطعة. نقوم بتحديد نفس القيمة على الجهة المقابلة بالنسبة للخلف، ثم خط يشكل زاوية قائمة إلى أسفل القطعة. تقسيم الباترون بهذا الشكل هو خاص في التيور والملابس الكلاسيكية، أي يتم تقسيم الباترون إلى 3 أجزاء بهذا الشكل. هنا على منتصف الظهر سأقوم بحذف سنتيم واحد إلى نقطة الصدر، مكان نهاية البنسة هو منتصف الخصر والأوراق. حتى تصير الصورة أوضح سأقوم بشرح أولا قطعة المنتصف. سأقوم برسم خط مستقيم إلى نقطة الخصر بهذا الشكل. على طرفي هذا الخط سأقوم بالابتعاد بسنتيم أو سنتيم ونصف، ثم بالكيرف سأقوم برسم منحنى بالشكل المعاكس وليس بهذه الطريقة. هنا سيكون مكان الحذف. دائما بالنسبة لهذه القطعة في الوسط، الآن سأقوم بإضافة سنتيم واحد أو سنتيم ونصف على خط الأوراق بهذا الشكل، ثم بالكيرف سأقوم برسم شكل منحنى. هذا هو شكل هذه القطعة وهي تسمى بقطعة الإبط. هنا قمت بتحديد الأمام والخلف، الآن سأقوم بنسخ هذه القطعة. هذا هو شكل القطعة مع الباترون.
بالنسبة للخلف الآن سأقوم برسم منحنى إلى هذا الخط المتقطع. وهذا هو شكل الباترون الخاص في الخلف. بالنسبة للأمام أيضا سأقوم برسم منحنى إلى خط المتقطع بهذا الشكل. كما تلاحظون طريقة رسم هذه القطع تختلف من قطعة إلى أخرى. هنا قمت بعمل نفس المقاسات ونفس القيم بالنسبة للأمام والخلف. هنا سأقوم بقص قطعة الأمام بهذا الشكل، وهذه قطعة الخلف بهذه الطريقة. أي عند خياطة القطع مع بعض سيكون هذا هو شكل الباترون. بالنسبة لبانسة الكتف سأقوم بحذف سنتيم واحد على خط الكتف بهذا الشكل. الآن سأقوم بتحديد مكان الجيب. سنقوم بالنزول بثلاث سنتيمات، ثم أقوم بوضع هذه القطعة الخاصة في الإبط. هنا هذا الخط هو خط منتصف الأمام والخلف في الباترون. سأقوم بالابتعاد من هذا الخط بثلاث سنتيمات. طول الجيب يمكن أن يكون ما بين 14 إلى 16 سنتيم. هنا بنسة الخصر ابتداء من نقطة الصدر. الجيب يمكن أن يكون بشكل مائل بهذه الطريقة. سأقوم برسم خط مائل بهذا الشكل. وهنا عند الخياطة يجب تصحيح شكل خط الجيب بخط مستقيم بهذا الشكل. نقوم بقص الباترون بهذه الطريقة، ونقوم بتصريف بانسة الصدر إلى الجيب بهذا الشكل. عند غلق بانسة الصدر راح تصير البانسة هنا أسفل القطعة مع الجيب بهذا الشكل، هو تماما كما في الصورة. الشكل الكخوازي بالنسبة للقطعة من الأمام نفس قيمة الصدر. هنا خط الخصر مكان كسرة الكول. دائما لإنجاز الكول التيور نفس الطريقة، نقوم بالابتعاد باثنين سنتيم، رسم كسرة الكول بهذا الشكل، ثم نقوم بإنجاز الكول. سبق لي وشرحت طريقة إنجاز هذا الكول في الدرس السابق. والكم سيكون من قطعتين أي الكم طيار. بالنسبة للفيسين دائما نفس الطريقة، سنقوم بتحديد هذه النقطة ورسم خط مستقيم منتصف الكتف.
أقدر يصير شكل الفيسين الخاص في الأمام. وهذا بالنسبة للخلف، دائما نصف الكتف. بالنسبة لهذا النوع الباترون المبسط مع مونش غاغلون، سبق لي وشرحت ذلك في درس سابق. بالنسبة لهذا النوع أيضا باترون مبسط لكن بتفصيل عادي مع التوسعة. بالنسبة لهذه القطعة الثالثة، كما تلاحظون من الشكل تم استعمال الباترون المجسم الخاص في المعطف، وهنا كما تلاحظون بنسة الصدر تكون صغيرة بالمقارنة مع الباترون الخاص في الجاكيت. سبق لي وشرحت هذا الباترون برسم الباترون وكذلك التفصيل والخياطة مع البطانة والتشطيب. أنا قمت باستعمال الكول تايور والكم من قطعتين، أي الكم تايور. نقوم بتقسيم الباترون بهذا الشكل إلى نصفين. هنا بنسة الصدر سأقوم بتصريفها بهذا الشكل. بالنسبة لي بهذه الطريقة قمت بتصريف البنسة وقمت بعمل جيب على هذا المستوى. يمكن خياطة هذه البنسة بهذا الشكل أو تصريف هذه البنسة إلى منتصف الكتف. في الصورة قاموا بتصريف البنسة إلى منتصف الكتف بهذا الشكل. ثم تم تفصيل الباترون بهذا الشكل إلى قطعتين. هنا بالنسبة لشكل الكول هو شكل عادي جدا، لم يقوموا باستعمال الباترون خاص في الكول تايور. هنا حق الأزرار 3 سنتيم، شكل الكول عادي جدا، تم إنجازه بهذه الطريقة، أي لم يتم استعمال أي قاعدة لإنجاز الكول. بالنسبة للفيسين تبقى دائما هي نفس الطريقة، منتصف الكتف ورسم شكل الفيسين بالنسبة للأمام والخلف. وهنا مكان الجيب بهذا الشكل.